السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نعرض لكم تدريبي في الفهم المقروء للصف الأول. عندنا طبعا نقوم بقراءة النص: زار ياسر حديقة الحيوان ورأى ياسر قردا يجلس في حضن أمه، أعطى ياسر موزة للقرد، قشر القرد الموزة وأكلها، شاهد حارس الحديقة القرد يأكل الموز، قال الحارس لياسر: لا تطعم القرود، هذا ممنوع. قال ياسر للحارس: أنا آسف، لم أكن أعرف أن إطعام القرود ممنوع، في المرة القادمة سأطعم الزرافة. عندنا هنا: أين كان يجلس القرد؟ يجلس في حضن أمه. يجلس في حضن أمه. هل كان ياسر معتمدا إيذاء القرد أو متعمدا إيذاء القرد؟ طبعا لا، لأنه كان لا يعلم. هنا لم أكن أعرف إن إطعام القرود ممنوع. مرادف كلمة مرفوضة عندنا ممنوع. مضاد كلمة يقف عندنا عكس كلمة يقف يجلس. يجلس هنا نكتب يجلس. ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. عاقب حارس الحديقة ياسرا، هنا خطأ. استمع ياسر بأدب لكلام الحارس، هنا صح. قرر ياسر أن يطعم الغزال في المرة القادمة، خطأ. قرر إطعام الزرافة. الآن ننتقل إلى: استخرج من النص كلمة تتضمن مد الواو. عندنا ماوز، نكتب هنا موزة. عندنا أيضا مد الياء، عندنا ياسر. كذلك عندنا مد الألف مثل شاهد، نكتب هنا شاهد. تنوين ضم ياسر، نكتب ياسر. السؤال الثاني: رتب الكلمات التالية لأكون جملة مفيدة. عندنا معاملة، نحن الحيوانات نحسن. نحن نحسن معاملة الحيوانات. نكتب هنا الحيوانات. يدي بالماء أغسل والصابون، نكتب أغسل يدي بالماء والصابون. وبكذا انتهينا من هذا الاختبار. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الأول لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو، وشكرا لكم.